السلام عليكم عبد فوكس، مدعو لكم مقطع جديد. اليوم يا جماعة الخير عندنا أفضل خدع والأشياء المفيدة في ماينكرافت 1.18. المقطع هذا جدا مفيد، فلا تنسوا لايك واشتراك إذا كنتم مو مشتركين، لأننا بنوصل 2,000,000 خلال شهر. يعني مو بصعبة علينا الصراحة، أنا أقول لها سهلة جدا. ولا تنسوا تتابعوني ببث مباشر اليوم الساعة 8 بتوقيت السعودية، يعني بعد شوي راح يبدأ بث مباشر، فتعال تابعني، رابط راح أحط لك إياه بالديسكربشن. ويلا خلونا نبدأ. في هذه الليلة الظلماء ما تدري شو تسوي في هذا العالم، ما عدا عندك الا الازيليا فلاورينج. تبي تحمي نفسك من الوحوش؟ قول اي. يقول اي. الطريقه باختصار، حوط نفسك بالازيليا فلاور، الوحوش ابدا ما تقدر تقرب منك، مثل الزومبي كمثال. فخلونا نرسم الزومبي هنا. لا هذا زوجل مو بزومبي يا ولد. اوه حتى الزوجل ما يقدر يقرب مني اتوقع، يعني لو صكيته شوف كذا ما يقدر يقرب مني. بالنسبه للزومبي لو تلاحظون لو ادخل داخل هنا يا اخي الزوجل وخر عني. الحين لو احط كذا خلاص شوف ما يقدرون يقربون مني ابدا. والسبب لهذا الموضوع اتوقع لان الازيليا اكثر من بلوكه، هي بلوكه ونص. فشوف اقرب منه يلا شوف يا عيال، ها قربت منه شوف ولا يضربني، لكن اذا صعدت فوقه طبعا بيضرب. هذا شوف يا خفة. ما ادري وش المشكله، اتوقع انها مشكله 1.18 او هي الفلاور كذا نظامها. كلنا ندري ان الكهوف عملاقه في ماينكرافت 1.18، مرات تلاقي دايموند بمكان معين او تلاقي مثلا الكوبر او تلاقي اي شيء موجود. وادري طريقتك الوحيده عشان تصعد المكان معين انك تاخذ الكوبلستون وتبني تبني تبني تقعد ساعه تبني. لكن اليوم جايب لكم افضل حل، واللي هو دائما لما تدخل كهوف حط سكافولدينج وجيبها معاك، لانه باختصار تقدر تصعد حق الاور بسرعه بسرعه وتنتهي بسرعه بسرعه. كسر البلوكة على طول، خلصت من الموضوع كسر اخر واحده طلع لك كل السكافولدينج وتقدر تجمع متى ما تبي. فهذه البلوكة جدا جدا مهمه ومفيده لك بالكهوف. عندك بيكاكس، لكن شيء جدا ناقصك في ماينكرافت 1.18 واتوقع كل الناس عرفوها بالمقطع، اذا ما عرفته خمن بالكومنتات. خمنت خلاص. الشيء اللي ناقصني حاليا هو بوشن النايت فيجن. طبعا بوشن النايت فيجن في ماينكرافت 1.18 جدا مهم. انا اشوفه هنا في اورات كذا متخفيه بين البلوكات، لان التورشات ما راح تنفع معاك، فجاه تلاقي دايموند فوق انت مو شايفه. فانا حاط قامه، لكن اذا ما تحب القامه وما تحب الغش تقدر انك تستعمل النايت فيجن. النايت فيجن من الاشياء اللي المفروض دائما تكون معاك. اشوفه هناك اور، هنا اور. يعني تكلمت عن هذا الشيء بمقطع من المقاطع كيف تبحث عن دايموند 1.18، لكن اذا تبي دايموند انزل على طول على ارتفاع -95 وحفر وراح تلاقي الدايموند، او 54 وحفر بتلاقي الدايموند 100%. في ماينكرافت 1.18 دايما جيب معاك باكت مويه، لان ترى البرك اللافا صارت اكبر بكثير، مو بزي اللافا اللي كنا نشوفها. فدايما تجيب معاك مويه حتى لو كانت كهوف جديده. وتقول لي ريد فوكس والله نادره اللافا، لا يا حبيبي موجوده اللافا حتى الان وتلاقيها دايما. فانتبه ممكن تطيح بالغلط باللافا، ممكن يصير شيء. طيب حتى لقينا هنا، اوه يا الهي اللوت. معلومه بسيطه، تبي تعرف اندر شيء في ماينكرافت 1.18 الحين بقول لك. اقول لكم خمنوا؟ لا خلاص قلنا خمنوا كثير. باختصار هو الفحم الديب سليت، النوع الديب سليت. ليش يا ريد فوكس؟ لان هذا النوع من الفحم ما يرسبن الا واي 0 الى واي 8. لو تلاحظون هذا هو، هذا النوع مره نادر انك تلاقيه ترى، فاذا لقيته حاول تحتفظ فيه ببيتك. كنا دايموند بس وش هو اصلا؟ الكول دايموند اصلا، بس بعوامل الضغط ومدري ايش صار كذا، قصدي العكس يعني. اوكي بما ان دخلنا داخل البحر ولقينا كيف بحري، توقع معاي وش اهم الاشياء عشان تروح الكيفينج؟ اهم الاشياء عشان تطور اغراضك جيب معاك شيء اسمه ديبث سترايدر. ديبث سترايدر اضافوه ب 1.13 وما كان له فايده بالبحر مره كثير بالنسبه لي، لكن حاليا بما ان في كهوف تحت البحر فانك تحطه على دروعك من الاشياء اللي جدا جدا مفيده. طبعا لا تنسى بوشن الووتر بريثنج، والان كسر وشوف الفرق، راح تلاحظ ان التكسير كانك داخل عالم عادي. هذه فائده الديبث سترايدر. طبعا كل ما زادت كل ما صارت افضل. ايضا من الاشياء اللي جدا مهمه من التطويرات هي الفيذر فولينج. الفيذر فولينج جدا مفيد في 1.18، لان لو تلاحظون الفيذر فولينج حمانا من الطيحه هذه بالكهف العملاق اللي تشوفونه. اوه لقينا دايموند بعد، يا الهي ما هذا الحظ. فيا دائما استعمل فيذر فولينج، وترى جدا نادر صار وصار جدا غالي. فاذا تبيعه على اخوانك بدايموند بيعه ب 15,000 دايموند. عاد بالغت شوي انا صح؟ تبي تدور على الجولد كثير، باختصار روح على ارتفاع -16. لو تحضرون هذا جولد، هذا جولد، طبعا هذا ارتفاع اقل من -16، بس حاول تكون على الارتفاع هذا لان راح تلاقي جولد مره كثير حق البروجكتات اللي تسويها او تبي تسوي لك جولدن كاروت. هنا افضل ارتفاع تلاقي فيه جولد. لو تلاحظون هذا بعد جولد على -16 على طول، شوف جولد جولد جولد، فبتكون طرخه جولد بالارتفاع هذا. ولا وش صاير هذا كله ديزرت ولا بحر ولا ايش بالضبط؟
وريكم شيء حلو. تشوفون هذا الكاربت اللي تحت بنزل عليها، شوف ما تدمجت ابدا، بدل لا تحط مويه وتتعب نفسك. الباودر سنو اتوقع شفتوه بالانفنتوري، الباودر سنو من البلوكات اللي جدا رهيبه في ماينكرافت 1.18. خلونا نقول ما في بلوك هنا مثلا، تبي بلوكه مؤقته تستعملها للصعود، انك تروح الاماكن معينه. باختصار حط الباودر سنو اصعد. طبعا قبل لا تصعد لازم يكون عندك ليذر، يب البس الليذر وعلى طول الان نصعد ناخذ البلوكه. وين من نبي نصعد؟ نبي نصعد هنا، ناخذ البلوكه وصعدنا. فتجي تسوي باركور فيها، شوف شوش والله رهيبه يا عيال. فيب مره حلوه الباودر سنو، فحاول تستعملها لانها مره مفيده، وحتى تقدر تستعمل فيها الام ال جي. شوف لقد تفشلنا. المهم فبس كمعكم فوكس، لا تنسوا لايك واشتراك مو مشترك، انشر هذا المقطع لاخوياك اذا تحبيت او استفيت شيء، ولا تنسى الاشتراك اذا كنت جديد بالقناه. حياكم الله في بثوثنا اليوميه في نيمو تي في، ننتظركم هناك، مع السلامه.